إن إحنا هنلبس الهموم القيم بنفس الطريقة اللي الناس بيعملوها، بمعنى إن إحنا هنركز على الريفليكتنج تورك والدامبنج تورك والكنترولنج تورك. اتفقنا الثلاثة تورك دول دول الاستنشال تورك المدير عن الأساسيين موجودين في الجهاز. لكن إيه؟ ايه ده هنا تمام. كل الاجهزه شغاله على الكنترول تور وكارت التين سبرينج والبريم تور سواء ايه ده الكنترول الموجود عندي المفروض اللي بيساوي كي زي هو سؤال اجيبه منين ده الدم اللي احنا درسنا في الاول خالص اللي انا عندي نوعين يا اما هير دامبنج ايدي كارنت يا اما ايدي كارنت وقلنا شرط اساسي بين ايدي كارنت اللي يكون فيه بيرما تماج فاحنا وصلنا للجهاز هنشوف هل في بيرما تماج ولا فيش بيرما تماج فاحنا وصلنا للجهاز بالشكل عندي عباره عن ادي المؤشر ادي السكيل في ملف خارجي ثابت وفي حتتين حديد حته ثابته وحته متحركه داخل هذا الخلف بيحصل ايه؟ انه بيحصل مغناطه نتيجه المغناطه الاثنين بيتمغنطوا نفس المغناطه يحصل ايه بينهم بعض؟ يحصل بينهم بعض التنافر قيمه التنافر ده بتعتمد على التيار لو التيار صغير يبقى التنافر صغير لو التيار كبير يبقى التنافر كبير وبالتالي المؤشر بيتحرك يبقى نوع الدم كده ايه؟ مفيش بيرم ماجنت يبقى هنعمله ايه؟ اللي هو الاير دم هنا الدم ده اير ليه كتبت هنا ايه ما كتبتش هنا ده سبرينج؟ لان ده مش عارف كل الانواع فبالتالي مش هكتبه لان حتى لما اجي اعمل فتره ده كده سبرينج 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 ما بلاش معنى انك تقول ده سبرينج لكن الدم هنا يفرق معايا ان انا عندي كان هنا ادي كارت دم هنا هيبقى ايه؟ يبقى ايه دم وقلنا ليه ده بمجرد ان انا اجيب صندوق فيه او مربوط وداخله ريشه بحيث انها ايه؟ تمنعني عن ايه؟ ماشي؟ قيمة التي دي هناك مع المغناطيس كان هو اللي عندنا الأدوات المغناطيس اهو وحاطين هنا الملابس بتاعي وتيجي تقول التي دي بيحصل ايه؟ التي دي اس بتاعت طلع التي دي هنا كام ده؟ كنا هنا نفكر في الموضوع حد فكر في الموضوع ده يجيب شويه توك عايز احسب التوك هنا حتتين حديد حد مغناطه هيتحرك عايز احسبها كنا قلنا ان انت بتفكر في الموضوع حد فكر؟ انا كويس يا طلاب انا كويس انا كويس والله انا كويس انا كويس انا كويس انا كويس انا كويس عاملين لنا كويس بقى في كويس مش طيب انا عندي دلوقتي موجود في ده ملف سريع فالملف اللي هو فيه طاقه فانا عايز اعرف الستور ده الملف بتساوي كام؟ بص اللايك يقول عندي لايك ايه عباره عن ايه؟ اي ساي اوميجا تيما هنا في اوميجا
في سيمنت او جدارية عبارة عن استرادات. ممكن يبقى تقابل مستمر؟ نعم. لا ده ممكن يبقى تقابل مستمر؟ ممكن يبقى مستمر. احنا بنتكلم دلوقتي انا عايز افضل المعادلة دي. شوف الجدول تيجي تفضل المعادلة دي. اللي بيتغير مع سيتا هتفضل. فهو هنا بالنسبة لي اي يعتمد على سيتا ولا مش على سيتا؟ يعتمد على سيتا. نسأل ايه هي سيتا؟ زاوية الانحراف بتاع المشي. سيتا اللي هي هنا الانحراف اهو. لما ينحرف كده اهو الزاوية دي هي سيتا. ايه علاقة دي بالتيار اللي جاي هنا؟ ده في تيار هنا اي معرفش هل هو جي سي ولا جي سي؟ ماليش دعوة بيه خالص. فجيت التيار اللي داخل المنظار ده ماليش دعوة بسيتا. هو سيتا هينحرف نتيجة الكلام ده لكن لو تيار سيتا هو مش هيغير. انا هو مفيش حد اللي مش هتطلع تيار اللي هو بتاع شركة الكهرباء ماليش دعوة بسيتا خالص. ماشي يا فندم؟ يبقى هي الحاجة الوحيدة هتتغير، ليه هتتغير؟ ايه اللي هي هتتغير؟ لأن هي العبارة عن إيه؟ بتتوقف على معدل التغير داخل هذا المكان. يبقى لما نيجي نفضل المعادلة دي يبقى نص أي تربيع دي إيه اللي هي؟ يبقى إيه الحرام العادي هنا اللي هو ده في الشكلي يساوي نص مربع تيار معدل التغير إيه اللي هي؟ يبقى هنا نص أي تربيع إيه اللي هي؟ دكتور شاب تعتمد على التيار هنا؟ نعم. مش المفروض لما دخل التيار المؤشر هينحرف كان المفروض يبقى كل زاوية الانحراف تعتمد على قيمة التيار اللي داخل؟ التيار اللي داخل قيمة سيتا بتعتمد على قيمة دي قصة مختلفة. ماشي طب المفروض يبقى هي بتتغير بالنسبة لها؟ نعم. يبقى التيار بيتغير مع الزاوية؟ لا التيار اللي جاي هنا ماليش دعوة هو تيار قيمته ايه التيار؟ يا ما هي الزاوية دي لك اي دي سي يعني سوري يا دي سي علاقه بالسيتا كل مجال بيطلع سيتا بقى مختلف لكن يعني هو هياخد وضع سيتا مش هيتغير اللي هيتغير ان بس لان ال دي بتعتمد على الفلكس ليه بقى بتتغير ال ايه اللي بخل ايه اللي بيتغير في التركيب بتاعك اللي بتحسب ازاي بتاعك انا مش عارف مش هخش في سيركتس حسبت ان ازاي وام ازاي ميو ان تربيع ايه على ايه طيب هي نفس الكلام ايه على الفهم مش كده ان بيتغير او مساحه المقطع او الميو طيب ما هو لما يحصل هيحصل ايه لما يحصل الانحراف هيحصل ايه هيتحرك الطول يعني بتاعك هيتغير مش هيتحرك انا عندي الملف زي ما هو الملف موجود بس انا عندي المجال هيتغير ايه نتيجه الحركه الانحراف اللي داخل ده من هنا مش ده تغير نوعه والمجال مين اللي بيعمله الملف بتاع التيار يعني التيار مش نعم التيار مش شايفينه اللي بره ده ملف اهو ده ملف هنا ماشي انا عندي هنا ام بتاعي ده بدل لا محصله ايه اللي عباره عن ده عدد الملفات تدوره في عرض بتاثير اللي هو المجال الجيوش واللي داخله او الحاجات دي وضع المجال فنان بس انا عندي دلوقتي المجال لما كان تيجي تحسبه اللي هو بالقيمه دي لو ثابت انا عندي التغير اللي هو الحركه اللي جوه دي بتغير من قيمه المجال اللي ثابت يبقى الوحيد اللي بتتغير هنا عندي قيمه الام ليه مش الام؟ انا عندي يا ام مش ون يا ام الدرجه السيرف الدرجه صح؟ ليه ما بتتغيرش؟ عشان عندنا اي ملف يبقى ليه ام وليه ام مظبوط؟ معانا ولا معاك؟ طيب اما بتظهر انت في ملف تاني لما يبقى فين؟ طالما هو ملف يبقى هنا بالنسبه لي ايه اللي هتتغير؟ يبقى هيتوقف على الكلام ده اللي هو مين فين يبقى سيتا هي اللي هتغير على ان بس لكن التيار ده جاي من الشركه التردد بتاعه بيعتمد على سرعه الجنريتور اللي جاي منه ملوش دعوه بيها خالص ماشي خلاص يبقى قد بالنسبه لنا فهي كانت الكورس فهنا بيساوي نص اي تربيع لال وات سي. يبقى ده يرازق في حال الريفليكتنج تورك او الميمو تويت كان عباره عن ايه؟ جي في الاي. هنا كان جي في اي كان عباره عن ايه؟ نص اي تربيع لال وات سي. كان بالقانون ده في الاخر عايزين نعرف العلاقه بين السيتا والاي عشان نعرف التدريج هل هو منتظم ولا غير منتظم. جبناها ازاي دي؟ قلنا عند الستيت عند الستيت كان بيحصل ايه؟ ان في بي
تساوي ايه؟ تي سي. تي سي عبارة عن ايه؟ تي سي. تي دي بتساوي دلوقتي احنا نص اي تربيع. اي تربيع ال واحد. تسيب الحته كده تساوي نص اي تربيع على تي سي. ده ممكن اخليكم ثابت معدل تغير ال مع التغير اطلع دلوقتي سيتا هتبقى ايه؟ لينير ولا من قلت ان دي اللي بقى يستاهل ثابت؟ نعم من قلت ان دي اللي بقى يستاهل ثابت؟ وانا قلت ان هو بيتغير هنا اصلا ايه اللي بتتغير؟ لكن معدل التغير بتزيد بس انت تقدر تثبته بتتغير بمعدل ثابت طبعا بالنسبه لنا احنا عندي نوعين حته وضع الحديده الاثنين موجودين في المنطقتين وجود الاثنين في نفس المكان بيتمرنوا في نفس المكان يحصل له ايه؟ تناقض. اما اذا كانت واحده في مكان والثانيه في مكان ممكن يحصل له ايه؟ تجاذب بين النوعين ريبابشر او اتراكشن. احنا بالنسبه لنا النوع اللي هو ايه؟ ريبابشر لان الاثنين موجودين مش عارف النوعين لان هو بعض نفس الوضع. ماشي؟
مبدا العمل اللي احنا بنعمله ان انا هو اللي احنا بنعمله اهي الصور ده نيجي الصور معدل التغير يطلع رايت على الكلام اللي احنا ايه اشرحه. وادي في السيتا اهم حاجه من ده، يعني انا لو خدت المعمل جبت لك جهازين تقدر تميز بينهم مين البوم كويل ومين البوم غير من التدريج اللي تقسيماته متساويه هيبقى ايه بوم كويل. اما في اختلاف يبقى هيبقى بالنسبه لي ايه ماشي. وزي ما احنا اتفقنا العلاقه اثبت اللينير بتثبتها الاثبات بتاعها الديفليكتد تورك اثبتوا عليها في حاجات ما مش مطلوب منك اثباتها ماشي يا شباب. يعني الديفليكتد تورك سواء كان موبل كويل او موبل جهاز مطلوب اثباتها. لما اجي اقول لك الجهاز اثبت انه لينير او نون لينير او استهبل عليك واقول لك النوع التدريجي ايه هسيبك انت تقول هتقول لي لينير ليه؟ لا معدل سطرين اعمل يعني ماشي. يبقى التدريج انت بالنسبه لي نان لينير. الدم التورد هو ده ايه بالنسبه لي؟ ايه الدم؟ طب لما مفيش حد يطلع في دماغه كده يطلع نحط مغناطيس ونعمل دم ايه ده دم في مشكله في الكلام ده؟ هو كده يبقى يعني بدل الصندوق اللي احنا حاطينه فيه الهواء ده انا اعمل ايه؟ اروح اجيب دم الماجنت واحطه دي ايه اللي كده؟ راح يقصر راح يعمل لها اير بروسس هيعمل لها هيدخل المجالات في بعض وفلوس تدفعها لان الدم مش رخيص يعني مش فكره مش حلوه. انا بالنسبه لي مش موجود البيرن ماجنت مش هجتهد واروح اجيب ايه بيرن ماجنت واضيف عليه ماشي. انا الفيتشر الجهاز بيقرا روت مين سكوير باك الجهاز بيقرا روت مين سكوير باك القيمه الفعاله ممكن يبقى سنسويدر ممكن انا بالنسبه لي القيمه الفعاله اللي داخله عندي فهو بيقرا دروس سنسويدر. طب الموبي كوين بيقرا ايه؟ افريج كان بيقرا افريج غير بيقرا دي سي تمام. وبالتالي انا عندي هنا القانون بتاعه اهو نص اي ده بيع فالتيار بالنسبه لي لو داخل دي سي ده كان بيع مكافئ. طب لو داخل ساين ويف دي مربع ودي مربع ودي مربع فيها فيمشي مع الاثنين بعكس الثاني. الثاني كان بيرمي الخمس دايما الفيلد واخد اتجاه واحد. التيار اللي احنا بنمرره ما فيش جزء الحركه ما هوش تيار التيار موجود فين؟ موجود في الملف الثابت اللي بره. وبالتالي ده بقت ميزه ان انا عندي التيار ده هنا هو في ايه يا شباب؟ ايه المشكلة؟ نعم؟ يبقى أنا عندي هنا بالنسبة لي التيار لو عايز أكبر تيار أكبر تيار لأن مش هيتحرك وبالتالي أقدر أوصل ل 750 فولت. عكس التاني لو احنا فاكرين كان 50 مللي أمبير ما أقدرش أعمل هنا الكلام ده هنا اللي فيه الكونستراكشن جزء ستاند هاي كارت وكمان ترانزيت هاي كارت وكمان اللي هو بالنسبه لي اقدر يعني تعتبر فيه ميزه يعني ممكن ان يتحمل تغيير كارت يعني تغيير كبير ممكن يتحمل اكثر من الريتنج بتاعه للمسافر ماشي. يعني هو يتحمل الكلام ده يعني دي من ضمن الفيتشر الموجود عندي او الميرتس بتاع الجهاز ماشي. الادفانتج يعني تقريبا زي الفيتشر يعني نفس الكلام. الادفانتج هي نفس معنى كلمه الميريتس. الميزه اللي موجوده فيها عشان بس نعرف الكلمه تيجي من بين الشرطه. يبقى الميريتس بتاع الموبل اير اللي هو اللي احنا قلناه ينفع اي سي ودي سي مظبوط وبعدين ويز ستاند هاي كرنت يقدر يستحمل تيار كبير. روبس كراشر ما فيش ما عنديش هو ما فيهوش حاجه ما فيش حاجه ممكن يوقع منك بتاع يصير الفرق زي الموبل كويل بيبقى حساس جدا في التنقل انا ما عنديش مشكله هي حديده وملف ثابت. وبالنسبه للموبل كويل يعتبر رخيص مش غالي. الديس ادفانتج زي ما احنا كنا خدنا في لاج الديس ادفانتج كان مين الديس ادفانتج كان في موبل كويل كان السيمبريشن صح؟ انا هنا بالنسبه لي دي من ضمنها فرق فيه هنا التمبريتشر ممكن انه ياثر معايا والتمبريتشر هناك عالجناها ازاي؟ سامبلنج ريزيستنس هي مقاومه كبيره على التوالي
قيمتها من 20 ل 30 فولت والكوفيشن بتاعه ومصنوع من الجرايد. هنا نفس الكلام. هنا بس هنشوف عليها حاجه ان هو اول حاجه فكره بايب ستريت فيلد. ايه ستريت فيلد؟ الفيلد الخيال. اي مجال شاف اي مجال معدي يعني انت حاطط الجهاز لو واحد ولع حاجه شغل حاجه الدنيا ايه؟ لا فده يمكن يتاثر بيها. طب بيعمل لها ايه دي اهيت؟ بيعمل له شيل. يعني بيعمل ماجنت شيل بحيث انه ايه؟ لا يتاثر بالفعل. نفس فكره الدبل جليس. لو انا مش عايز اسمع دوشه بره بدل ما يبقى الازاز العادي ده بعمل ده اللي هو دبل جليس ويبقى سمعته. بقى صاروا هاي من الماي يبقى لازم اعرف الايرور هنا وازاي اعدي. يعني قلت لك ان الجي سات بار بتاع موفي فيل هتقول لي اول حاجه بتتاثر بالسري ماجنت شيل او السري فيل ونعرفه ازاي ان انا بستعمل ايه؟ الماجنتيك سكرين. واضحه؟ الثاني برضك افكت بالتمبريتشر هنعالجها زي ما احنا قلنا السوامبنج ريزيستنس مش هنتكلم بعد السوامبنج ريزيستنس خلاص انت عارفينها. يبقى هنعالجها بالسوامبنج ريزيستنس خلاص معروف السوامبنج ريزيستنس. احنا قلناها المره اللي فاتت ماشي معانا؟ طيب الايرور الثالث الاساسي هنا انه يتاثر بالتربع. يتاثر بالتربع. يعني ايه تاثر بالتربع؟ لان الطلبه فيه ايه؟ يبقى انا التيار لو داخل فيه اوميجا يبقى في الحاله دي ايه اللي هنغير معاه؟ اللي هي اللي دي عباره عن ايه؟ يعني لو انا عندي ملف اهو بنعمل ايه؟ سوامبنج ريزيستر اللي موجود في الشوكه اللي احنا قلنا عليها. الثالث بيتاثر بالفريكونسي هنشوف هنعمله ازاي. اهو دلوقتي الملف الخارجي اهو الملف ار وال. يبقى انا عندي لما بغير التردد سواء كان دي سي الى اي سي او من 50 الى 100 او 150 اللي رايح للشارع. فالحل هنعمل ايه؟ زي ما دكتور قال ايه؟ نحط مكاسب. نحطها فين المكاسب بقى؟ نعم؟ هو ده الملف ده كله مع بعض ده لو الملف اللي هو اللي انا لفه بعض فين المكاسب بقى؟ ادي هنا كده كده هتحط هنا مقاومه. طب ليه مش مكاسب بس؟ لو حطيت مكاسب صح ولا غلط؟ يعني هو الفكره احنا دايما تاثير ال يعد تاثير السي. ماشي احنا عايزين نحط تاثير درجه الحراره. نعم. مش عايزين نرش تاثير درجه الحراره. خلاص مش هنحط كلهم مع بعض بقى. مش خمسه انت زي السوبر بوزيشن. ايوه السوبر بوزيشن بنقول كل واحده لوحدها. ماشي فانا بتكلم دلوقتي انا عايز دلوقتي بالنسبه لي ايه اللي عندي اساسا؟ هنحطه مكاسب في الحل. لكن احنا بنتكلم لو خلينا نفكر كده المكاسب ده اهو هل ينفع احطه سيريز معاهم؟ لا لا ليه؟ الدي سي مش هيتنفع. هيبقى الدي سي هيعمل ايه؟ ما بنش هيعدي. هتعمل كده ماشي. طب نحطه بس I'm
بتعاون عشان يبتدوا بصفر. هذا معادلة ليه؟ خليها كلها ليه؟ وجود اللي بيجي بيساوي صفر، لما يساوي صفر يطلع لي هنا تقييمي سي يساوي ال خلاص. فكأن الايرور اللي موجود عندي عشان اضيعه بعمل ايه؟ بحط مقاومه واحط معاه التوازي بحيث ان انا عندي قيمه الكباسه اللي انا حاططها هنا مع التوازي مع المقاومه قيمتها بتساوي ايه؟ ال بتاع الخلاف ماشي على الارض. حاسس الزر كده ماشي خالص؟ نعم كده عليك الفريكونس ازاي؟ المفروض ما بقاش بقى كلها مقاومة، بقت الزر بتساوي ايه؟ مفيش اكس ولا مش اتخطر دي؟ دي بيضيع عندنا. يبقى كأننا احنا عملنا ايه؟ تحايلنا على ان انا عندي تأثير ال فضيعه بين وجود وكسب بحيث الكومبينيشن دول مع بعض لما الجزء التخيلي بقى تظبطها بحيث ان انا ايه؟ انه يبقى بصفر. يبقى هتدخل دي سي هيبقى نفس القيمه، هيدخل ماشي. يبقى بالنسبه لي الستيشن بتاع تاثير التردد بغير ايه؟ باستخدام التوصيل ده. واضح؟ يبقى العلاج التغير سواء كان الفريكونسي او مود الان يبقى ده باستخدام ده المقاومة مع التوازي مع الشروط. الشروط في هنا زي ما احنا قلنا انها بتساوي ايه هنا؟ انها بتساوي ايه على الارض؟ معانا ولا مش معانا؟ والثلاثة ايرور على رجلاهم يا اما ماجنتيك سكرين يا سواء ماجنتيستن يا اضافة مقاومة ومكثف على التوازي وقيمة السي بتساوي ايه؟ ايه على الارض؟ ماشي؟ ها؟ طيب الابلكيشن بيستخدمه في ايه بقى؟ اتفقنا ان احنا عندنا كل يا سابقه يا اما باور يا تيار يا فولت. التيار يبقى ملف واحد والفولت ملف واحد، اما الباور لازم يكون في ملفين، واحد للفولت وواحد للتيار. يبقى احنا بنعمل ايه؟ طالما ان ملف واحد ممكن تعمله كفولتميتر او ميتر زي اللي هناك. يبقى هتستعمله كميتر، هنا ما عنديش مشكله بقى ان انا اعمل له اكستنشن لان هو تيار اي تيار كبير اللي هو ماشي؟ ونركز على انه بيقرا ضغوط بين سكوير باريس. ماشي يا فندم؟ وبفكرك بموفينج كويل بيقرا ايه؟ ممكن استعمله فولتميتر بيقدر يستحمل لغايه 750 فولت ما فيش مشكله. يبقى استخدامه ميتر فولتميتر. الجدول اللي احنا عاملينه الجدول لما خدنا الحاجات ممكن يبقى في ابلكيشن لا الواحد صح ممكن كويس ممكن تغير ده ميتا ولا ميتا ما ينفعش تغير لكن لو حطيت جهاز ثاني كان بيقرا حاجه ثانيه ممكن المقارنه دي حاول تعرفها حتى الان يعني مطلوب مننا شباب ان انت المقارنه دي تعرفها ليك ان انت بتيجي تذاكر الاثنين تحط تعمل جدول انا بفضل تعمل جدول ما تجيش هتقول يعني الجدول ده اذا طلب منك تعمله جدول ماشي مانا؟ ما تقعدش تبين كل اللي في نفسك تقوم بتقول لي كتبت اربع صفحات ده سؤال اللي هو عليه 10 درجات اكتب ضيع الورقه كلها وما تجيبش حاجه ليا ولا الدكتوره دي تقوم بتقول كل اللي في نفسك تقوم بتقول تقعد ثلاث اربع صفحات لان جوجل كاب ما ينفعش ده شغل مجزي شغل مجزي زي ما عملنا كده تعمل جدول جوجل بتقول جوجل بتقول واحد يفلك الدور كيف اي اي تربيع نص اي تربيع الاسكيب ليه ام لا ليه تعمل اي دي كارد بس تعملها بشكل ماشي؟ فهو هقول لك وانت تتصرف بقى. طيب ملاحظات بقى مهمه ده خلاص بالنسبه لنا ما فيش مشكله خالص قانون من اهو القانون اللي عندي ستور بي بيساوي شيك سي ثيتا بيساوي نص باي تربيع بديك دي وديك دي وديك العلاقه بين ال اطلب منك ثيتا او اديك ثيتا واطلب منك اي في مشكله في الكلام ده فهنقول على المشاكل ايه المشاكل اللي ممكن تقابلك وده عمل لك المثال يعني هو قانونين سهلين ما فيهوش حاجه لكن ممكن المثال تروح منها
راجل بقى معانا في الحاجات على الوقت. اول حاجه نبص هنا، انا عندي هنا الصالون الموجود سيتا موجوده في الطرف الشمال، موجوده في النهار، وسيتا موجوده هناك في البصر. ماشي، الشغل الكلاسيكي عايز تشتغل مضبوط وما يهمكش ولا تغلط، يبقى هنعملها دي ال بالسيتا اللي هي هنري على ريديال، والناحيه الثانيه ياخدها على ريديال. بس بقى ساعات دي تبقى بالدجري والثانيه بالدجري، فانت عايز هنا تبقى كليفر شويه، يعني في حاجات ممكن انها تشط. هنشوف كده دي ال بالسيتا هنا على الدجري، لو ال على الدجري هنا ياخد لك ازاي. ركز بقى معايا، شوف بقى هو عطيك ايه الناحيه الثانيه اهي، والكي سي نيوتن متر على دجري. ففي الحاله دي انك ممكن ايه تضيع دجري مع دجري، وسيتا تطلع ايه، يعني لازم تحل المساله بالتردد شويه، يعني خد الريديان وارجع حط دجري. لو طلع نفس الفكره يبقى انت صح. يعني انا عندي دلوقتي اهو نيوتن متر على دجري، وهنا دي هنا على دجري، وهنا في سيتا. الاصل دي ريديان والاصل دي ريديان، لو حطيت دي ما حطيتش دي ريديان ما كانك عملتش حاجه. نسيت هنا حبايا ليه؟ وحدتنا كلها، ما هو ده اللي بتكلم عليه، وحدتنا كلها ريديان. انا بتكلم انا حطيتها في القيمه دي نرجع على ديجري. ما تحولها الراجل. وعندك ديل قبل بتحول، انا بتكلم الشغل بقى يعني شغل المحترفين. ودي ال بسيطه هنا ري على ديجري. دي موجوده في الارقام ودي موجوده في الارقام دي شبه. لكن ما زالت دي بايه؟ بالريديان. مش مقتنع بالكلام ده، اعمل كله ريديان ما عنديش مشكله. انا ما عنديش مشكله. خلاص؟ دي مرفوضه. طب دي ايه اللي اجيبها ازاي؟ لا بجيبها ازاي؟ ايه اللي ممكن اديها لك بشكل معدل؟ ايه اللي علاقه بسيتا؟ يعني ايه كده؟ ايه اللي ايه؟ مش هدخلك في سكه ان انا نلعب معاك نلعب مع بعض ايه؟ التفاضل والتكامل. يعني هنعمل يعني وعدم المعدل عندك مش هنوصل فيه. فلا هتفاضلها، فدي اللي بسيطه تفاضلها ازاي؟ من هنا تجيبها ازاي؟ تجيبها فاضلها. ده شكل تاني. ده لك خيار. فتشيك سيتا علاقه بين سيتا وال خيار. هتعمل ايه؟ تعمل جدول تقسمهم. ودي ايه اللي بتستعمل عليه؟ التفاضل بتاع الكلام ده يعني ايه؟ بين اللبان. هي مش ثابت، ممكن نجيبها من الجدول وخلاص. نعم. هي مش دي اللي بديستا دي ثابت يعني خط مستقيم. لا العلاقه بين دي اللي حسب العلاقه فانت عارف دلوقتي هتفصل من الخط وتبتدي تشوف هنا احنا عند النقطه دي اللي انا بقول لك احسب عدد سته كده هتجيب منه المقاس او بتبتدي تاخد القيمه اللي هنا والقيمه اللي هنا وتقول دي على دي وخلاص راجع لك كده ورا شباب. احنا سبقنا مو بيكون بيها ايه؟ افريج صفر مو بيكون بيها افريج والمو بيكون بيرد بالسكوير. فانا لو دخل بالشكل اللي عندي ده اول واحد يقرا كام؟ اول واحد انا ناحيه يبقى حقيقي نص ونص تاني بخيار. ماشي الثاني واحد يقرا صفر الثالث يقرا ايه؟ الماكسيموم على جرد دي صح؟ لسه هنجيب لك الاشكال كده الشكل ده بقى ما يشفرقش. هو الموفينج اويل بيقرا الافريج والتاني بيقرا السميث.
ماشي على حد المفروض يبقى الام سي حد بصل مش ممكن كويل يبقى دي سي بس نعم ممكن كويل مش شهر المفروض عشان بقى انا دخله ماشي ما هو ده احنا دخلنا ام سي كده الشكل ده ايوه ما عشان هو بيقرا ده ماشي معلش وتر يلا دوس بس كويس بقى ها لو دخلنا فوق دي عندي شكل كده اي سي ودي سي في نفس الوقت ايوه مش 8 لا مش 8 يبقى الموبيل كويل هيقرا 8 صح طب والتاني موجود من السنه هيجيب بقى المحصله الثانيه كام هنحط ديت هي دي موجه متشفته هي موجه متشفته 8 ده 6 على 6 تمام 8 ده 6 على 6 نعم 8 ده 6 على 6 8 ده يرفع على 8 على 6 8 ده 6 على 6 شوف الاستعلاف يعني هو كده التاريخ تفكير صح يعني بس هي لا 6 على 2 حاجات 2 ولا 8 بس هي 8 اكيد 8 هو الموبي كويل مريح الموبي كويل هيقرا القيمه اللي هي بي سي فاحنا هنبقى عايزين نقول قاعده عامه والاشكال الموجوده يعني مش حد لابس الحق ان انا ايه العب معاك اجيب لك اشكال توصفها في الدنيا ماشي لان مش عايز احولها مثلا انا هقول لك هديك جدول ادي الاشكال اللي عندي اللي هجيب لك منها وابدا عليها لو جاي لي حاجه زي كده هو موجه موجوده فيها جزء بي سي فيها جزء هتعامل معاها ازاي ماشي يعني قول له واحد حاجه ماشي قلنا موجه 8 ثانيه بيقرا جزء 82 ازاي هنقولها ماشي خلاص ماشي الرايه صح بالنسبه لي الاولاني بياخد بي سي والثاني بيقرا شوف ازاي اتحسب شكل زي ده دخل بالنسبه لي الموبيل كويل هيعمل الافريج وانا جبت المساحه اخد الافريج اسيبه على الباقي خلاص طب واللي بالنسبه لل لسي روت سكوير المفروض بقى يعني لو انا بشتغل بقى اكتب الايكويشن بتاعت المثلث واكتب الايكويشن بتاعت المربع واخد الروت سكوير روت بير سكوير واطلع فيه طب زي ما احنا قلنا الشكل زي ده دخل شكل زي ده شكل ده اي شكل اشكال تجيب وهي هنعمل لك حسابات ولا نقول ده بي اس اي وده بي اس هديك انا جدول وانت هتتصرف مع الجدول ماشي الجدول اللي جاي هنتعامل معاه وهنقول لك الجدول الشكل اللي انا هجيبه لك زي ايه الجدول ده ماشي مش ملناش دعوه بالاشكال دي انت ملتزم بايه الاشكال اللي انا هجيبها هجيب لي السايد ويب ودي عارفينها احنا الروت ميد كوير قبل الصفر والثاني جدول 2 في خلاف الكلام ده تايب نو اللي هو الريكتفاير فور الريكتفاير بي ماكسيمم على جذر 2 2 ستور ويب هيبقى بي ماكسيمم على ثانية بالنسبة للتو تور أو المثلث بيبقى بي ماكسيمم على جذر 2 ثانية على 2 هنزلها في المحاضرة مطلوب منك الجداول دي تعرف يعني اي شكل من دول هجيبه انت مطلوب خلاص بس لسه ما حللناش الشكل اللي احنا قلنا عليه شوية خلاص فانا يعني الاشكال اللي انا صرفتها دي بفهمك ان هي اشكال كتيرة يعني ممكن لو يعني دخلنا فيها يعني مش ده الهدف مش الهدف ان احنا ايه نقعد نلعب مع بعض الاشكال دي الاشكال اللي انت محصوره اللي هي المفروض انك تعرفها اللي هي مرت عليك اللي هي في جدوليه الاوس يا اما سايد ويب يا ريكتفاير سايد ويب يا اللي هو شكل المثلث ماشي يبقى انا عندي لو شكل موجه بشكل ده السايد ويب ودي الاقلام سمعتها حتى في جزء دي سي في سايد اوبا كتير في ثلاث اوبا كتير خمسه اوبا كتير ما شاء الله شو بقى يتحسب ازاي الكلام ده؟ برضك الاسباب مش مطلوب منك، اول حاجه الافريج معروف الدي سي هو الافريج. ماشي؟ اما الروت بيست ويب بيعمل بتاع كل القيم اللي موجوده عندي، فتشوف هتتحسب ازاي؟ يبقى الروت بيست ويب عباره عن ايه؟ اخد اللي هو الدي سي تربيع زائد الروت بيست ويب بتاع اول قيمه اللي هي كانت اي واي واي واحد على جاز 2 تربيع زائد القيمه الثانيه تربيع وهكذا، ماشي؟ الشكل اللي احنا قلنا عليه بقى نجيبها زي بقى البي سي بيساوي ايه؟ 8 خلاص؟ طيب الروت بيس كور يساوي ايه؟ جذر تربيع 8 تربيع زائد 6 على جذر 2 تربيع كل تربيع زي ما كده؟
واضحك؟ يعني ده هل هو سائل اوميجا 3 اوميجا 5 اوميجا خلاص انا باخد الدار اللي هو كامل الصايل باخد حاجه دي طالما الصايل بتاع كده واضح شباب؟ يبقى راجل بيتكلم مسائل اللي هي خاصه بالموبيل ايلر الخاص بالوحدات نركز على المسافات ما نتوقفش منها اخترت انا اللي تريحني هقول الموضوع ما تقولش اللي هي تراجع ماشي يا فندم الحاجه الثانيه ان لو غزيت الموجه اللي موجوده عندي اللي هي اللي موجوده هي في الجدول يا بشكل سايب ويب هي المطلوب منك انك تعرف الموجه اللي بيقرا ايه وايه الموجه اللي هي ماشي احنا لو وصلنا بس مع الجدول كده هنبص ده العمود الثالث العمود الثاني والثالث الروت بيز جول فاليو دي معناها ايه؟ الرايت ميد الموفمنت اير والاخير هيبقى ايه؟ الموفمنت يعني لو شفت انا الروت بيز جول فاليو قلت الموف جاي بيقرا ايه؟ والثاني هيبقى ماشي؟ واضح يا فندم؟ يعني هنا دي الروت بيز جول فاليو فبدل رايت ممكن اقول رايت الموفمنت كوي سوري الموفمنت اير والثاني هيبقى رايت الايه؟ لا بيعرفوا الموفمنت كوي ماشي؟ هنا ده انتوا الافرج فاليو دي اللي هو الموفنج كوير هي بقى كده اي سي ودي سي نعم هو الفيكتور كوير دي هيقراها برضه هيقراها هياخد واحده بقى هيديني قيمه الافرج هياخد السايد ويف تربيع روت بجاز مين المتوسط من واحد باي السايد تربيع بس الموفنج كوير هي بقى القيمه الافرج انا لو جبت الداتا هتلاقيها مطلوب منك داتا بس لو سمعتها هتعرف تكون مرتاح طب لو التاني مش موجود طيب في نفس الموضوع يبقى في ام على باي بس ام على باي دي لو فول ريكواير افريج الترع هيبقى 1 دايما مش هنلعب كتير يا اخوانا يعني الموضوع ده مش محتمل ان احنا نلعب فيه الحاجات اللي هي موجوده في الجدول تاكد بس القيم دي موجوده في الجدول يعني انت بتحبها واعتقد كل الناس المفروض عارفينها. طيب الامتحان قلنا لغايه نهايه المحاضره بتاعت العصر. ماشي. وزي ما اتفقنا هيبقى ام سي كيو مسائل الحل ما هتجيبش ورق من عندنا. الحل هيبقى في نفس ورق الاسئله. نعم؟ ان شاء الله. ام سي كيو برضه هيبقى الحل احنا هنجيب الورق من عندنا وانت هتجيب من عندك. جبنا انت بنعكس نعم